هلا راح احكي عن اهم عنصر بعمارة الجوثيك، الجوثيك ستايل، اللي هو النيف، الانر سبيس للنيف والروز ويندو. ذا جوثيك كاتدرال، ذا بيلدينج اوف لايت. شو يعني ذا بيلدينج اوف لايت؟ يعني عمارة الضوء. شرحت لكم انا بالمقارنة بين الكاتدرال الرومانسك والجوثيك انه كان اهم عنصر بعمارة الجوثيك هو النيف العالي المرتفع اللي هو مفهومه يرتفع نحو السماء او تصاعدي. طيب بس ليش كان هالتصاعد هيدا وليش كان هالارتفاع هيدا؟ حنشوف هلا. هالنيف هوني او هالمبنى الكاتدرال اللي هو منشوفه من تحت، ليش عم نشوفه من تحت هيك؟ ليش هالخطوط ريبت فولتد مثلا؟ شو معناته؟ شو بيعنوا؟ شو بيمثلوا؟ منلاحظ نحن انه عمارة الجوثيك هي نشأت بفرنسا، وفرنسا منطقة فيها طبيعة حلوة، فيها أشجار عالية، فيها نظرة معينة للطبيعة ولاتجاه عناصر الطبيعة. بنشوف بهالصورة على اليمين الغابة أو الأشجار كيف متجهة نحو الأعلى، متجهة نحو السماء، فيها نوع من تركيز على نقطة معينة. لوين؟ على السماء. طبعا نحن يعني هيدا بنفهمها إنه عند ربنا. وهالنيف اللي على اليسار اللي هو نيف الكاتدرال كمان نفس الشيء، عم يخلق هالحالة هيدي باتجاه خطوطه نحو الأعلى. بس لوين هالخطوط ماشية؟ ماشية على سنتر واحد، على سنتر واحد. وهذا الشيء الأهم فيه، إنه هالإنسان اللي حيمرق بهالفضاء الداخلي، وركزكم كتير على الفضاء الداخلي، على الانر سبيس، إنه هيدا نحنا قديش مهم كيف بنشوفه من تحت، كيف بنشوفه من جوا، كيف بنشوف الحيطان، كيف بنشوف هالسبيس كلها. هيدي كفوليوم مش بس كبلان، يعني الموضوع عند المهندس الداخلي يا جماعة، وحتى عند الاركيتكت المعماري، موضوع منه موضوع ديزاين بس، منه موضوع انه انا عم شوف شبابيك، انا عم شوف فوليوم، عم شوف شيء شو بيرمز لي. فاذا عم نشوف انه هل اكسس هولي او هالسنتر هيدا كيف عم بينطلق من النص ويتوزع على الجناب، فيها نوع من بيرسبكتيف، فيها نوع من فانيشينج بوينت، عم بتضل رايحه رايحه الى ما لا نهايه. شو يعني؟ وما عم تنتهي. هلا في سقف، صح، في فولت بسقف الكاتدرال، بس وكانه هالاتجاه التصاعدي هيدا رايح للانفيني، ما عم ينتهي بمكان معين، مثل ما عم نشوف هالاشجار كيف متجهين برؤوسهم نحو السماء. وهيدي برجع بذكركم الفلانكينج تاورز تعول الكاتدرال من برا، هالاتجاه التصاعدي هيدا والرؤوس المستدقة هيدي، الرؤوس الكتير بتضلها طالعة لفوق لفوق وكأنها متجهة إلى لا نهائية. فإذا هيدي عمارة الجوثيك، هيدا النيف اللي من جوا، هي صورته، وهيدي هيك بيوحي للإنسان من الداخل. طبعا بدي رجعكم شوي، قارن او اوصل او اربط ما بين السنتر اللي نحن شفناه، بالسنتر المهم كتير اللي شفناه، او الفانيش بوينت اللي شفناها بالكاتدرال، بسقف الكاتدرال، ولوين رايحة هالنقاط كلها، وبين سقف شابيل سيستين اللي هي رسم رسوماتها كلها ميكيلونج، ما هيك؟ طيب منشوف كمان هالشابيل سيستين السنتر تبعها وين؟ خلونا نشوف. هي رسمة خلق آدم، creation of Adam، بنص سقف الشابيل سيستين. هالفانيشينج بوينت هيدي كلها رايحين لوين؟ على رسمة خلق آدم. هيدي كمان لها رمزية كتير مهمة، ماشي. هلا بنشوف رسمة خلق آدم بمكان تاني، بليكتشر تاني، قديش كانت مهمة وشو إلها معاني، وقديش وقت اللي ميكلونج صمم هالرسمة هيدي وصمم هالسقف الكنيسة
كان مستلهم من عملية الفانيشينج بوينت، البرسبكتيف اللي كانت بالجوتيك، وطبقها بطريقة هيومانيزم، بطريقة عقلانية فكرية كان فيها لغز معين أو بصمة معينة ما حدا اكتشفها إلا هلأ بعصرنا نحن يعني. فإذا في تشابه بالفانيشينج بوينت، بالبرسبكتيف، بالنظرة، بالاتجاه النحو الأعلى بين شابيل سيستين وبين عمارة الجوثيك. هلأ منشوف إنه